لا هو صافي فاش وصل واحد لاج وعيا ما بقاش يعني حتى هو ما بقاش بغى يمثل ولا شي حاجه، هو تيتبع الاخبار ديال الفنانه وكذا، ولكن الغياب ديالو يعني صافي كبر هو دوز واحد المرحله ديالو الحمد لله، باقي الناس الى يوم من هذا كيسولوا عليه، باقي الحب ديال الناس كبير، ولكن الغياب ديالو راه هو السن والعيا ديالو صافي ما بقاش يقدر يدير شي حاجه. لا الحمد لله، هو كيف كيعرفوا الناس بانه ما بقاش كيشوف، الشوف ما بقاش كيشوف، ولكن الصحه ديالو الحمد لله كيضحك معنا، ياكل معنا عادي، كياخذ الدواء ديالو، كيرتاح، كيبغي بحال كيتصنت للتلفزه لان كما قلت لك ما كيشوفش، كيتصنت غير التلفزيون، ولكن الحمد لله بخير، شويه ديال العيا لان الانسان كيكبر ضروري شويه شويه ديال العيا، الا زاد غير واحد شويه كيعيا، ولكن هذا راه غير السن ديالو. اش نقول لي الفضل ديالو كبير عليا بزاف، غنقول له السبب اللي خلاني انني ندخل لهذا الميدان هو بطبيعه الحال لان كنت كنسافر معاه وانا صغير، وكنت كنشوف الجمهور كيفاش كيدير عليه، وكنت كنشوف الناس كيفاش كيوقفوا في الزنقه، وانا في ذاك اللاج الصغير وكنت كنقول كنتمنى حتى انا زعما واحد النهار نكون غادي والناس يوقفوني ويقولوا لي يا اسامه نتصوروا معك وكذا، والحمد لله وصلنا لهذيك المرحله، وبالفضل ديالو هوايا هو اللي دخلني للفن، هو اللي علمني كيفاش نوقف في الخشبه ديال المسرح، هو اللي عرفني على فنانه كبار الحمد لله، انا كنقول له الفضل ديالو كبير كبير بزاف بزاف، وهو المدرسه ديالي في طبيعه الحال. لا ماشي السبب ديالو هو، ولكن اعطاني واحد الدفعه، انا كنت ديما كان وانا في الصغر ديالي كنت كنقول ان شاء الله غادي نولي فنان، ان شاء الله غادي نولي نمثل حتى انا، وكنت كنخجل بزاف من الوالد انني نمشي نقول له بغيت نمثل معاك ولا شي حاجه، كانت التدخل ديال الوالده ديالي هي اللي دخلت قالت له راه ديما اسامه تيقول لي بغيت نمثل، وعطاني شي حاجه صغيره في المسرح، ومن بعد جاو شي حاجات كبار وهذا هو السبب. اما الناس فاش عرفوني في السوشيال ميديا فاكيد شحال من واحد كان كيقول لي واش انت ولد عبد الرؤوف ولا غير كيقولوها، يعني انا تعرفت في السوشيال ميديا ما تعرفتش مع الاب ديالي، ولكن الفضل ديالو بطبيعه الحال كيبقى كبير بزاف. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.